شايف ان محمد ان عمر جابر في بازل هيعمل نفس اللي عمله محمد صلاح مثلا، ولا شايف ان حظوظه اقل، ولا شايف ان حظوظه لا احسن بكتير؟ ما اقدرش اقول يعمل زي محمد صلاح او النني، مع الاخذ في الاعتبار يا احمد ان هو بدا بدايه موفقه جدا مع نادي بازل في المباراه الاولى وكسب 3-0. هو ليه يا كابتن، ليه محمد صلاح وليه النني نجحوا النجاح ده؟ ليه؟ مع ان عندنا لعيبه امكانياتها هايله جدا 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 وما نجحتش في التجربه الاحترافيه. لان هناك 1+1=2. انا لعيب قدراتي 1000000%، ولكن انا مش ملتزم 50% ولا سوى حاجه. صحيح. فالناس دي نجحت مش عشان فنان كويس، عشان فنان كويسين وعشان ملتزمين وعشان قدروا يتعايشوا في الاجواء المختلفه. في لعيبه كتيره طلعت ورجعت لانها مش قادره تتعايش، مع انها عندها موهوبه وعندها قدرات وعندها 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 كابتن. انا اعتقد ان عمر جابر من النوعيه اللي هتنجح. تنجح. من نوعيه 1000000%. صحيح. 1000000%، لانه راجل ملتزم 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 يعني.